هاي انا ميشيل زيتون واليوم رح اعلمكم كيف تعملوا تسريحة شعر للسهرة. نستعمل كمية كافية من هيدن شولدرز حيوي وحريري. كتير مهم انه تعملي مساج لفروة الراس انت وعم تغسلي شعرك. فروة راس مرطبة وصحية يعني شعر ناعم وبدون قشرة. نشفي شعرك منيح، خدي خصة للشعر ولفيها على الكيرلر وتأكدي انها تكون مشدودة، وبعدها بلشي بفك الكيرلرز ولفي كل خصلة على الكيرلينج ايرون حتى تعطيها التموجات المضبوطة. تركي الغرة بالكيرلر للآخر، وبعد ما تفك الغرة لفيها فوق أول خصلة، وهلأ صار الوقت حتى تخطفي الأضواء. أنا ميشيل زيتون، اضغطوا على اللينك لتشوفوا ستايلات أكثر.